أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، في المستهل لهذا اللقاء أعتذر عن عدم الحضور في الحصة السابقة من غير إعلام سابق، وذلك أن الأسبوع الماضي كان شهد حضور مجموعة من المجالس العلمية بالمغرب، وكان ذلك مناسبة لتبادل التجارب والالتقاء حول برنامج موحد للعمل أو متقارب على الأقل للعمل. وكان ذلك أيضا مناسبة للشروع أو لوضع حجر الأساس في مركز سبقا حدثتكم عنه، ومركز البحوث والدراسات الإنسانية في طريق يعقوب منصور على مساحة أرضية تقدر ب6000 متر. وهذا مشروع سيتكفل ببنائه هؤلاء المحسنون الذين تعرفون في هذه المدينة، يساعدون به الفئات أو الطبقة المثقفة من أساتذة الجامعة ومن أساتذة الثانوي ومن كل المثقفين، من أجل الالتقاء، من أجل الاجتماع، من أجل تأسيس ثقافة إسلامية بانية هادفة قاصدة. نعلم أن الشأن الثقافي غالبا ما يظل خارج دوائر التوجيه الديني، كأن الشأن الثقافي منفصل، لأن له رجالا، ولأن له مؤسسات، ولأن له مفاهيم، ولأن له من يسيره ومن يدبره، بعيدا عما نفكر فيه وما تفكر فيه في بعض المرات ما تفكر فيه الأمة. فما لم يصل، ما لم تصل الثقافة ثقافة موصولة بعقيدة الأمة وبأخلاق الأمة وبرؤية الأمة في الأخلاق وفي الوجود وفي كل الأشياء، فإن هذه الثقافة لا يمكنها أن تقدم شيئا لهذه الأمة، لأنها لن تلبي طموحات الأمة ولا هي تستطيع أن تنسجم مع رؤية الأمة. وأنتم ترون أنه في السنة الواحدة نسمع الكثير الكثير من التوترات. هل المفروض على المثقف أن يبقى دائما يفاجئ الأمة بشريط سينمائي ترفضه الأمة ويدافع عنه، أو بمقالة يسب فيها قيم هذه الأمة ودين هذه الأمة ثم يدافع، إلى غير ذلك من الأشياء التي تعرفونها؟ إن الثقافة في المستقبل ستكون حاسمة، وإن الذين يصنعون دائما عبر العالم، الذين يصنعون أو يصنعون التغيير، هم النخبة المثقفة. والنخبة المثقفة إذا لم تكن قد امتلكت ناصية الأمر وفهمت كيف تفكر الأمة، ستصير جسما غريبا ومعزولا عن هذه الأمة، وسنبقى دائما في هذه التوترات وهذه المراجعات وهذه الملاحظات. إن الالتقاء حول مشروع ثقافي ينتمي إلى عقيدة الأمة ودينها وفكرها أمر لا بد منه. فكما نتحدث عن المرافق الدينية والمساجد، المؤسسات الاجتماعية التي تقدم المساعدات، لابد أن نتحدث كذلك عن المؤسسات الثقافية التي يجب أن تكون مؤسسات راشدة وتتبنى ثقافة نظيفة وثقافة قادرة على أن تتجاوب مع الأمة. ثم إن اللقاء الماضي كان قد ناقش قضية على سبيل التجربة والتشاور، وهي قضية محو الأمية.
الأمية في هذه البلاد وهي متفاوتة في بلاد المتخلفة تشكل عارا كبيرا، لا من ناحية الدينية ولا من ناحية الدنيوية. الأمية لا يرحب بها لا الدين ولا الدنيا. الإنسان الأمي لا يفهم الخطاب، إذا وجه بالتشريع إنما يتمسك بأمور تناسب مستواه المتدني. فبعض المرات الإنسان الذي ليس له علم وليس له قدرة على التفكير لا يستطيع أن يستوعب حقائق الإسلام، لأنه يفكر تفكيرا خاصا، هو تفكير قريب. إذا قلنا له إن الرشوة حرام يقولك لا، نحن نقضي مصالحنا بالرشوة، فهو يجد الحل، وهو لا يبالي أنه حينما تعم الرشوة تكون تلك هي الكارثة بالنسبة للأمة. الرشوة لا يفكر فيها على أساس أن شخصا أعطى رشوة ثم حل مشكلة، لا، هي يفكر فيها على المدى البعيد حينما يصير كل شيء رشوة، حينما نرتشى من قبل المرشحين فيصعدوا ويمثل الأمة مرتشون يشترون الضمائر ويرهنون مستقبل الأمة ولا يقدرون على وضع خطط لترقية الأمة. الذي يعطي المال رشوة، ولكن هل يعطي المال لأنه مثقف كبير، لأنه بليد كبير، لأنه يريد أن يستحوذ على الأمة ويشتريها بالمال؟ لكن ماذا يكون بعد ذلك في ذهنه من قضية المنصب الذي سيكون إليه؟ هل له مشروع؟ هل يرى أن هنالك شيء من الأشياء يجب أن، وفي بعض المرات يكون النواب ويكون الذين يمثلون الناس في الجهات وناس يرجعون الأمة إلى الوراء، يرجعون الأمة إلى الوراء. سبب ماذا؟ سبب الرشوة. ولذلك ليس من حق الأمة بعد ذلك أن تبكي إذا ساءت أحوالها، إذا كانت هي من جهة تبيح شيء حرمه الله، ولكن حينما تفسد الأحوال يتساءل الناس. ولكن أن لهذا الإنسان الأمي بأن يعرف بأن الرشوة حرام رغم أنه يقضي بها حاجاته اليومية ولا ينظر إلى المدى البعيد، نظره محصور فيما يحقق من الفاعة الآنية. فمن أجل أن يدرك نتائج الأشياء على المدى المتوسط والمدى البعيد يجب أن يكون مثقف. لذلك قلت إن الذي يريد للناس أن يكونوا مسلمين يجب أن يسعى إلى ترقيتهم. وهذه المسألة التي ربما يجهلها الناس حينما يتحدثون عن الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله هي هذه العملية المزاوجة بين التعليم والدعوة. لماذا كل الأفعال التي يمكن أن يصدر الله بها هذا الكتاب غابت؟ فما كان فعل عبود أو فعل تقرب أو فعل أعطي أو فعل كثيرة، لكن من كل هذه الأفعال اختار الله لهذا القرآن أن يبدأ بفعل واحد وهو اقرأ. هذه ليست صدفة أبدا، مطلقا ليست صدفة. لماذا؟ لأن هذه الأمة يجب أن تؤهل لتقرأ لتستوعب. فالقراءة كانت ضرورية ليفهم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، فلو لم يقرأوا فإنهم لا يمكنهم أبدا أن يستوعبوا. وحينما كان فعل القراءة كان هذا لك مشروع القراءة الذي انتهى هذا مرحلته الأولى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت القراءة كما لم تكن معروفة عند العرب مطلقا. العرب والذين عرفوا الإسلام أيضا، هذه الدول التي تسمى الآن دول أعجمية، يبحث الناس في ينبش الناس عن التاريخ في بعض الرموز والإشارات والرسوم والمنسوجات والمصنوعات عن التاريخ القديم لهذه الشعوب في شمال إفريقيا مثلا، ليقولوا إنها شعوب كانت متقدمة، كانت مستغنية عن الإسلام أصلا،
كانت راقية بلا إسلام، وهذا كذب على التاريخ. كانت الشعوب طبعا كل الشعوب فيها جزئيات من، ليس هناك شعب خالي تماما من مقومات حضارية معينة، لكن هل كانت هذه الشعوب تتعاطى علومك الطبي والفلسفتي والمنطقي والأصولي والحسابي والفلكي وما إلى ذلك من العلوم الكثيرة الكثيرة؟ هذه ليست الأمة في هنا ولا في غيرها، ما عرف الناس هذه العلوم إلا ببركة الإسلام وبفضل الإسلام، ومن قال غير هذا فهو يكذب على الناس ويحتقر عقولهم ويريد أن يستدرجهم لأن يعيشوا في وهم كبير. إذن في الإسلام الذي انطلقت فيه الدعوة الأولى بإقرأ، تمت المرحلة في نهاية الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لتبدأ مرحلة العلم كما لم تكن موجودة، ماشي عندنا فقط، عند الشعوب الكثيرة التي كانت لها ثقافات، عرفت بأن علوم جديدة. نحن تحدثوا عن الفرس، نتحدث عن الروم، هذه الجهات التي كانت فيها فيما سبق معروفة، فيها مدارس معينة معروفة، لكن فيها قساوسة ورهبان وكانوا يشتغلون بالسريانية وكذا وكذا، لكن ما جاءهم من العلم بعد الإسلام هو أضعاف ما عرفوه قبل الإسلام، وهذا التاريخ يذكر هذا. والعلماء المنصفون مثل جورج سارتون لما يتحدث عن تاريخ الحضارة العربية وغيره، لا يستطيع أحد منهم أن يقفز على الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية ويقول بأن الفارابي جاء هكذا وابن سينا جاء هكذا وابن الهيثم جاء هكذا والبيروني جاء هكذا وابن البنا عندنا في المغرب، قوافل كبيرة من العلماء في بيت الله تعلمت، في المسجد ما كانش عندها الكلية ولا في بيوت الله كان كل ذلك. إذن قلت إن الأمر الذي ألفت إليه النظر وهو أن الإسلام زاوج بين حركتين، حركة لترقية الإنسان وتصعيده وهي التعليم، ومعها حركة أخرى هي الدعوة. التعليم كان تأهيلاً للإنسان ليفهم الدعوة. الدعوة ما تصوروش أيها الإخوة، ما تصوروش أن الدعوة الإسلامية وحقائق الإسلام هي مبذولة في الشارع يمكن لكثير من الناس أن يفهمها، لا، فبعض الحقائق حقائق إنما يقتدر عليها العقلاء الكبار، ها؟ فلذلك إذا ضعف المستوى نحط التدين، إذا ضعف المستوى نحط التدين. لماذا نسمع الآن في الذين يتدينون الآن أو الذين يسلمون ويعلنون إسلامهم أنهم دائما ينتمون إلى طائفة المثقفين من أمثال جارودي ومن إليه؟ هل كان هؤلاء مغفلين؟ هل هان عليهم أن يتركوا أن يشطبوا ماضيهم مع الشيوعية ومع المسيحية لينحازوا دفعة واحدة إلى الإسلام؟ ماذا أعطاهم المسلمون؟ هل اشترى المسلمون ذممهم؟ ماذا عند المسلمين ليجتذبوا هؤلاء؟ هؤلاء اجتذبتهم الفكرة. وأنت لا تستطيع أن تأخذ الإسلام في قضايا الجزئية إلا وانبهرت بذلك انبهارا عظيما. النظام الأسري حينما تحلله، حينما تقرأه، حينما تتفحصه، تجد أنه لن يكون هناك في المستقبل أسرة إلا الأسرة الإسلامية. ولذلك الناس يجتذبوننا إلى عالم لا أسرة خوفا من الأسرة. الآن هم في الغرب يعلنون إفلاس الأسرة ويعلنون عن عدم إنجاب وعدم التزوج وعن الزواج المثلي وعن شيء من هذا القبيل، ويريدون منا أن نأتيهم مغسولين بلا عقيدة بلا فكر بلا قيم، ولكنهم في نفس الوقت يشعرون بأن مشكلتهم البشرية لن يحلها إلا العالم الإسلامي. إذن فهذا اعتراف للإسلام بأنه على منهج قويم، أن الأسرة الإسلامية حية لم تموت، الأسرة غير إسلامية ماتت، قتلت الشهوات وقتلت الاختيارات الفاسدة وانتهت. فالذي يمكن أن يحقق في قيام الأسرة من علماء الاجتماع مثلا يمكنه أن يدرك الإسلام،
ولكن من هذا الذي يستطيع أن يقرأ نظم الأسرة وأنواع الأسرة وأنواع الروابط؟ لابد أن يكون مثقفا كبيرا. فلذلك قلت إن الإسلام قضايا هو راقية وعالية وتحتاج إلى الأمة الإسلامية إلى أن ترتقي إلى ذلك. إذا كانت الأمة المسلمة فيها 50% لا يقرؤون ولا يكتبون، فماذا تنتظر؟ هؤلاء 50% يمكن أن يكونوا كل شيء، يمكن أن يكونوا في المسجد بحكم التربية القديمة، وتكون عبادتهم عبادة ربما محدودة بغير تعمق، يمكن أن يكونوا في الشوارع، يمكن أن يكونوا في المقاهي، يمكن للإنسان أن يفعل منهم ما يشاء. هؤلاء الأميون يمكنك أن تفعل بهم ما تشاء بطريق التزيين والإغراء، وأنتم ترون كيف يتحول الناس صباح مساء لأنهم ليس للناس عقيدة قناعة صحيحة وتصورات متينة. الإنسان قد يستغل فيه جهله ويحرف عن مسار. إذن هذا كله قلته لأبين أن قضية الأمية بالنسبة إلينا فيها أكثر من معنى. أي أولا هو عار على المسلم أن يكون أميا في حين أن شعوب أخرى لها مثل كفاءتنا، لها مثل رؤوسنا، لها مثل مؤهلاتنا، تجد الناس فيهم يقرؤون ويكتبون ونحن لا نبالي بهذا الأمر. الأمر ليس راجعا إلى قدرة ضعف القدرة والإمكانات، لا، راجع إلى عدم الاهتمام، عدم التقدير للأشياء. نحن كلنا انصرفنا وجهة واحدة إلى عالم المادي، إلى عالم السياسة التي هو السياسة الهابطة، وجهلنا أن مستقبلنا هو مربوط بتعلمنا. أي ما دمت عندك 50% أو 45% هذا يبقى عندك عنوان في العالم، عنوان في العالم لن تفلح به أبدا، لأنك الآن تأخذ إلى في أوروبا. الإنسان الأوروبا بحال الإنسان بحال أصبح بحال العملة، كاللي يفوت كاللي ما يفوتش. عملة قوية تمشي وتتصرف فيما فيما، والعملة الضعيفة اللي في اللي حتى يرضى. فتمشي تاخذ واحد الإنسان تقرأ لا تكتب لا تعرف هذه لا تعرف هذه لا تعرف هذه لا ولاش تصلح؟ ما كانش حاجة اللي فيها لا. أنت لما تنزل المطار خصك الأول تعرف تشتغل مع المينيتال، خصك تعرف تطلب مثلا العنوان، مشي خصك تعرف تنطق. لأن كل شيء ولا إلكتروني، كل شيء إلكتروني، كل شيء ما بقاش واحد يقول الله يخليك أسير الله يخليك الله يرحم والديك. ما كانش اللي تقول تماك الله يرحم والديك، ما تعرفش تسقس ولا روح الله يهنيك وقعد في القند. بالإضافة إلى أن مشي تشتغل في الفلاحة، الفلاحة كلها مبرمجة. ما الفلاحة الآن تخدم بالكمبيوتر، السقي وكذا تبرمج، خصك تبرمج الآلات فوق تطلق كذا ونسبة الصبيب وكذا وكذا وكذا. أنت لما تصلحش اش غادي يديروا بك؟ لاحظوا ولديكم الآن يقولوا احنا الإنسان الأمي ما يصلح الناس. هذا عنوان أن الدول التي فيها 50% أن 50% ما يصلحوا الناس، وهذا كبير جدا. فمستقبلا وآنيا وشرف هذه الأمة أنها تنقص من هذا هذه النسبة، وهذا واجب شرعي. لأننا لو كنا احنا قمنا أيضا بالواجبات الشرعية لكان هذا فيه رفع التكليف أمام الله سبحانه وتعالى، فيه رفع التكليف. فأي واحد من الفقهاء من الأئمة من الناس اللي يمكنه لا يمتنع عليه أن يأخذ غير 5 أو 6 ديال الناس ويعلمهم، يجيب الجامع ويعلمهم القراءة الكتابة تقربا إلى الله تعالى. ماشي تقرب الى الله غير بالسبحه ولا تسبح بزاف ولا تنفل بزاف، خذ واحد قول انا نقترب نتقرب من الله سبحانه وتعالى 5 أو 6 ديال الناس ناخذهم وننقلهم، وستجد انك ستفرح فرحا كبيرا ان هذا الانسان الامي غدا يستطيع ان يقرا القران. فلا يقرا حرفا الا وكان لك مثل اجره. غدا سيقرا الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ كل النصوص الشرعية. غدا يستطيع يقرأ. تعرفوا بلي أن واحد العدد أن ما يعرفش يشهد. تعرفوا هذه القضية هذه؟ كاين ناس اللي شهدوا أن لا إله، شهدوا أن لا إله إن الله، إن ما يعرفش إلا وإن.
كاين شي تدني اكثر من هذا الشيء؟ كاين شي زهد في الاخره اكثر من هذا؟ وبيت قلت ان قل الا، ولكن شكون اللي قبضوا؟ شكون اللي قاعد يقعد للرسي؟ ماشي ان الله الا الله. اما في الادعيه الاخرى وكذا داك الشيء تسمع تسمع داك الشيء يمشي الانسان يصرف واحد العدد ديال الاموال في 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 في, في مكه وفي المدينه ولا يعرف كلمه لبيك التلبيه ما يعرفلهاش، التحميد ما يعرفلوش، التسبيح ما يعرفلوش. واش هذا انسان مشى ولا مشى واحد جل مدوس خرين حطاه السيلو من علي؟ ما كاينش. علاش؟ لان الاراده غير موجوده، ولان الامه لا الامه يجب ان تنفر من الامه. ولذلك ختام هذه الكلمه اقول ان شاء الله بناء هذا الاخوان في المساجد او في الجهات، اي واحد يمكن له من الائمه ومن الخطباء او من يمكن له ياخذ على عاتقه انه يعلم 10 او 15 او ما شاء، يعتبر ان هذا قرب الى الله تعالى، ويسجلهم ان شاء الله ويبدا معهم ان شاء الله بلا وخصوصا في الاحياء الهامشيه، لان عار علينا من الناحيه الشرعيه، احنا مسؤوليه امام الله، وعار على الناس ايضا اللي ما يتعلموا شيء. ونحاول اول ما قبل كل شيء نعلمهم ونبصرهم باهميه العلم وبانه فريضه شرعيه، ماشي فريضه شرعيه ان يتعلم الانسان العلم، لان ما دامت اقرا امر لابد ان تستجيب له. لما قال لك الله اقرا فلا يرفع عنك التكليف الا اذا قرات. ما قال لك الله اقرا بحال اللي قال لك صلي، فما تمشيش تنقزم الصلاه وتقول لا سير ربي غادي يغفر لي، لا. فاقرا فعل لابد ان يستجاب له، وليستجاب له لابد ان نتعاون ان شاء الله على هذا، ونطلب الله سبحانه وتعالى اننا نديروا جميعا شي حاجه اللي تكون ان شاء الله تخفف هذا. ويمكن جهات اخرى ايضا يمكن لها حتى وانا نقول لكم واحد القضيه، المساله اللي ما يديرهاش المسجد انتم راه ما تندرش. راه كاين محو الاميه الان كاين جمعيات وكاين منظمات وكاين كذا وكاين كذا، ولكن ماناش نتكلم على هذاك. محو الاميه اللي احنا نتكلموها اللي مرتبطه بالكتاب والسنه، نعلموا ولكن تعلموا محو الاميه باش تعلموا يتمرد على الدين ديالو. راه مجموعه ديال الجمعيات ما راهش دير محو الاميه، محو الاميه غير طريق باش يقول للمراه الاسلام راه ظلمك وخصك تطلبي بحقوقك مع الزوج وخصك دير له كذا ولا عطاتك المدونه وما الى ديروا محو الاميه باش تخربوا البيوت. غير ناقص من هذه الاميه، لا لما الاميه ولا غادي تبقى اميين وفي الصداع، غادي الاميه ما تمشيش وتزيد لهم الصداع. فاذا كان الانسجام في الاسر والناس متفاهمين على البيوت تاعهم، ما كاناش نشكوا الناس ونصوروا للمراه باللي الزوج تاعها هو العدو ديالها وكذا وكذا. هذا كاين الان، وناس من وراء البحر ياتون بهذا المشروع، ماشي منا، من وراء البحر. ما تصورش بانهم غادي يجيو فقط غير باش يعلمونا، وما بعد التعليم هو اللي وغتسول. شوفوا انتوما، فذلك اذا كان محو الاميه في المسجد برعايه المسجد بهدف قراءه القران والسنه، فهذا يكون ان شاء الله هو الامل. ونرجو ان شاء الله ان نتحدث ان شاء الله مره اخرى في هذا الموضوع.